قال أو فسقا أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به يشمل أمرين: أن يذكر عليه غير اسم الله، أن يذكر عليه غير اسم الله فيقول باسم المسيح، باسم الجد، باسم فلان، باسم فلانة، باسم الصنم، باسم أي شيء، المهم أهل لغير الله، أن يذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى. أو أنه أهل لغير الله به أنه ذبح للجن أو غيرهم دون أن يذكر عليه أي اسم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومثل الآن الذين يذهبون إلى السحر والمشعوذين يقول اذبح لي ديكا، اذبح لي تيسا، اذبح لي خروفا، هذا كله أهل لغير الله به والعياذ بالله، كله أهل لغير الله به. ومعنى أو فسقا أهل لغير الله به، الإهلال هو رفع الصوت، وإذاك يقول الطفل أول ما يود يستهل، يصيح، يستهل أن يرفع صوته، ونحن نستهل بالحج، نقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا الإهلال. وكذلك لما يرى الناس القمر أول ما يخرج يعني الهلال يفرحون به، فيقول خرج الهلال، يرفعون أصواتهم بذلك. فالقصد أهل أي رفع به الصوت، أهل يعني رفع الصوت لغير الله تبارك وتعالى. فإنه فسق أي بلغ الغاية في الفسق، هذا فسق أي بلغ الغاية في الفسق.